السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين التي نبثها لكم عبر قناة الرافدين، ونطرح فيها موضوعا مهما يتعلق بأزمة النخبة السياسية الفلسطينية، ونطرح مجموعة من الأسئلة في هذه الحلقة. ما الذي يميز النخبة السياسية الفلسطينية عن غيرها من النخب الأخرى؟ كيف تؤثر البيئات التي تتواجد فيها النخب الفلسطينية على أفرادها؟ وما أبرز الأزمات التي تعاني منها النخبة السياسية الفلسطينية؟ وفي زهرة المدائن نتحدث عن لجان النظام في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان، كما نتابع في ذاكرة فلسطين مذبحة الأقصى التي وقعت عام 1990. فابقوا معنا. زورونا يا أهل الخير، رمضان في القدس غير. زورونا يا أهل الخير، رمضان في القدس غير. رمضان 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 في القدس غير. اجمع أحبابك وولادك ومعاهم صحابك وإخوانك، واسمع صوت الأقصى ينادي رمضان بساحة. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين عبر قناة الرافدين. عادة ما يتم تعريف النخبة السياسية بأولئك الذين يمتلكون السلطة الحقيقية في الدولة، ويمكن توسيع دائرتهم لتشمل أصحاب النفوذ والمؤثرين في صناعة القرار، وأولئك الذين يملكون أدوات السلطة والسيطرة الدينية الاقتصادية العسكرية العرقية والقبلية. غير أن ما يميز النخبة السياسية الفلسطينية أنها نخبة لحركة تحرر وليس لدولة، وأنها مشتتة جغرافيا، وأن نسبة كبيرة منها تقع خارج بل تقع تحت الاحتلال الصهيوني أو تحت حصاره، وأن البيئات السياسية خارج فلسطين تؤثر بدرجات متفاوتة في أفراد النخبة الذين يعيشون فيها ويضطرون إلى مراعاة سقوفها ومعاييرها. تكمن أزمة النخبة إذن في أن قطاعا كبيرا منها يمارس سلوك الدولة ولكن من دون دولة، وينسق مع الاحتلال ويدير حالته النخبوية وفق شروط الاحتلال وتحت بيئته، ويعاني من أزمات في الرؤية والمسارات والقيادة والرموز والتداول القيادي والبناء المؤسسي. فأزمة النخبة السياسية الفلسطينية عميقة، وهي ليست أزمة بسيطة، وجوهر المنظومة السياسية وتشكيلاتها القيادية تمسها هذه الأزمة، بالإضافة إلى أثرها على العاملين من أفراد هذه النخبة السياسية الفلسطينية. إذن موضوع النقاش في هذه الحلقة هو أزمة النخبة السياسية الفلسطينية، مع ضيفنا في الأستوديو الأستاذ صادق أبو عامر الباحث والمحلل السياسي الفلسطيني. وكذلك أرحب معي بعد قليل عبر الخط الهاتفي من قطاع غزة، أرحب بالدكتور عزام شعث باحث متخصص في الشأن الفلسطيني. مرحبا بك معنا دكتور عزام. مرحبا بك معنا أيضا أستاذ صادق في هذه الحلقة. دعونا نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود للنقاش بحول الله. ترى العلوم السياسية أن تعريف النخبة السياسية بأولئك الذين يمتلكون السلطة الحقيقية في الدولة
ويمكن توسيع دائرتهم لتشمل أصحاب النفوذ والمؤثرين في صناعة القرار وأولئك الذين يملكون أدوات السلطة والسيطرة الدينية أو الاقتصادية أو العسكرية أو العرقية والقبلية، غير أن ما يميز النخبة السياسية الفلسطينية أنها نخبة لحركة تحرر وليس لدولة، وأنها مشتتة جغرافيا، وأن نسبة كبيرة منها تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي أو تحت حصاره. الأزمات التي تجابه النخب المثقفة الفلسطينية، الشتات في حد ذاته هذا جزء من المشكلة. الجزء الثاني بعض النظم الغربية والنظام العربي الذي لا يسمح لهذه الفئات بأن تعمل بحرية بما يخدم القضية الوطنية، وكذلك الاحتلال. ويرى الباحثون والأكاديميون المهتمون في تكوين النسيج السياسي أن النخبة التي ولدت في الخارج على الرغم من تطورها الفكري وقدرتها على التمييز بين الواقع والمفروض، إلا أنها تأثرت بشكل كبير في البيئة التي نشأت فيها من حيث ترتيب الأولويات والمصالح والميول وفقا لما يتناغم مع الجو العام لدى الدولة المستضيفة، أي أن البيئات السياسية خارج فلسطين تؤثر بدرجات متفاوتة في أفراد النخبة الذين يعيشون فيها ويضطرون إلى مراعاة سقوفها ومعاييرها. هناك مثلا كوادر فلسطينية تعمل على تنظيم مؤتمرات في أوروبا لضمان حق العودة، وهناك كوادر فلسطينية تعمل في الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز المقاطعة ضد إسرائيل أو ما نسميه البي دي اس، وهناك كوادر فلسطينية تعمل في الدول العربية من أجل استمرار الدعم العربي والإسلامي للقضية الفلسطينية. وتكمن أزمة النخبة السياسية الفلسطينية الحالية في أن قطاعا كبيرا ومهيمنا فيها يمارس سلوك الدولة ولكن دون دولة، وينسق مع الاحتلال ويدير حالتها النخبوية وفق شروط الاحتلال وتحت بيئته، ويعاني من أزمات في الرؤية والمسارات وفي القيادة والرموز وتداول القيادي والبناء المؤسسي بشكل عام. فإن أزمة النخبة الفلسطينية هي أزمة عميقة تمس جوهر المنظومة السياسية وتشكيلاتها القيادية وأدوات فرزها النخبوي، وتؤثر عليها حالة التشتت وبيئات الاحتلال وأدوات النفوذ الخارجي العربية والدولية. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين، مجددا أرحب بضيفي في الأستوديو الأستاذ صادق أبو عامر الباحث والمحلل السياسي الفلسطيني. أهلا وسهلا فيك أستاذ صادق مرة أخرى. كما يسعدني أن أرحب معنا بضيفي الدكتور عزام شعث الباحث المتخصص بالشأن الفلسطيني، مرحبا بك معنا دكتور. طيب الآن بعد أن تابعنا هذا التقرير أستاذ صادق، في الحقيقة هو التقرير ختم بأزمة النخبة السياسية أو أزمات النخبة السياسية الفلسطينية، لكنني سأعود إلى البداية لأسأل عن هذه النخبة. ما هي هذه النخبة؟ النخب السياسية في العادة تتشابه في معظم أنحاء العالم، لكن النخبة السياسية الفلسطينية ربما تكون لها خصوصيتها ولها خصائص مميزة عن غيرها من النخب. ما هو مفهومك للنخبة السياسية الفلسطينية؟ شكرا لك على الاستضافة. حقيقة بالفعل النخبة السياسية الفلسطينية لها سمات وخصائص مختلفة بحكم آليات التصعيد، يعني هناك ممكن أن نعتبر أن المجتمع عمليات تصعيده للنخبة مختلفة، المجتمع الفلسطيني تحديدا مختلفة عن عمليات التصعيد في أي مجتمع طبيعي أو مجتمع حر ومستقل. نحن بالتأكيد شعب تحت الاحتلال، تعريفه ربما للنخبة هو يعني ربما تكون وفقا لتاريخ الشعب الفلسطيني أنه النخبة هي التي تتقدم الصفوف، تضحي أكثر، لها تاريخ نضالي أكثر، يعني في الغالب هي التي كونت وراكمت خبرات وتمرست على العمل النضالي. يعني كلما كان الشخصية الفلسطينية التي تتمتع بقدرات نضالية أكبر ووعي في مواجهة الاحتلال وتملك أدوات لمواجهة الاحتلال تتقدم صفوف النخبة. هذا طبعا ما قبل أوسلو، يعني هذا هو كان يعني ممكن نعتبر آليات الانتخاب الطبيعي فيما يتعلق بالنخبة الفلسطينية، لكن ما بعد أوسلو تغيرت الآلية وأصبح هناك يعني مفاهيم جديدة لتركيبة النخبة. بتعرف انغماس النخب الفلسطينية في مشروع السلطة أدى إلى بشكل أو بآخر إلى احتوائها وإلى تقييدها إلى حد كبير جدا،
وأيضا ممكن أن نعتبر أنه عمليات يعني النفوذ الممنهج التي مارسها الاحتلال تجاه النخبة الفلسطينية أدت إلى محاولات توظيف هذه النخبة كوسيط بينه وبين المجتمع الفلسطيني من أجل تطويعه وإبعاده عن عمليات التمرد الطبيعية. طبعا هذا لا يشمل كل النخبة، نحن نتحدث عن يعني جزء من هذه النخبة التي يعني انخرطت في مشروع التسوية، وظل أوسلو وسقف أوسلو هو الذي يحكمها. لكن أنا أعتقد أنه دائما في كل مواجهة، في كل تصعيد أو في كل مواجهة شاملة يخوضها الشعب الفلسطيني مع الاحتلال يتم إفراز نخبة جديدة أكثر قدرة على مواجهة الاحتلال وأكثر قدرة على إيصال الشعب الفلسطيني إلى أهدافه وتطلعاته الوطنية. نعم، أرحب بالدكتور عزام الآن. هل دكتور عزام معي عبر الهاتف؟ نعم. مرحبا بك دكتور معنا. أهلا بك يا أستاذ، أهلا وسهلا وسعيد بالانضمام إليكم. بارك الله فيك دكتور عزام. نحن بدأنا بالتعريف بالنخبة الفلسطينية لأن هناك ربما يكون لها تعريف خاص بها تختلف عن النخب الأخرى، ويبدو أنها أيضا نخبة سياسية ببرامج مختلفة. مرة أخرى أسأل عن مفهومك أيضا للنخبة الفلسطينية، كيف تراها وخاصة أن هناك برامج متباينة جدا في الشأن الفلسطيني أو في الحالة الفلسطينية؟ يعني التعريف التقليدي والواضح وهو الذي يعتمد على تعريفات سابقة عديدة لعلماء الاجتماع السياسي، يمكن أن نسقط هذه التعريفات على الحالة الفلسطينية فنقول أن أعضاء النخبة السياسية الفلسطينية هم الأشخاص الذين يحتلون مواقع ومناصب سياسية في النظام السياسي الفلسطيني وفي منظمة التحرير الفلسطينية وفي السلطة الفلسطينية، وهؤلاء يساهمون في عملية صنع القرار السياسي. نحن نعلم أن أفراد النخبة أنفسهم عندما يعني يصلوا إلى مواقعهم القيادية حتى يكونوا أعضاء في هذه النخبة يعتمدون كأحد المميزات على إمكانياتهم وقدراتهم الفردية والجماعية، وعملية تصعيدهم إلى هذه المواقع تختلف وهي تتشابه في عديد من الحالات، عملية التصعيد ما بين تصعيد بالانتخاب أو بالتعيين أو بالوراثة، كل هذه الأشكال عرفتها أو عرفها النظام السياسي الفلسطيني منذ منظمة التحرير الفلسطينية. كنا نرى كيف أن الأحزاب السياسية الفلسطينية والتنظيمات السياسية كانت تصعد أعضائها أو القياديين فيها إلى مناصب قيادية في منظمة التحرير بمؤسساتها في المجلس الوطني وفي اللجنة التنفيذية وفي المجلس المركزي بشكل من أشكال المحافظة، بمعنى أن الفصائل الفلسطينية كانت لها يعني حسب قدراتها وتمثيلها وحسب يعني وصولها الى مواقع القياده في مؤسسات المنظمه كانت تقترح اسماء تصعدهم الى مواقع قياديه. وطوال مسيره منظمه التحرير قبل السلطه الفلسطينيه كان هؤلاء يصلون بهذه الطريقه، ولكن بعد قيام او تاسيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد توقيع اتفاقية أوسلو عام 93 اختلف الأمر قليلا، بمعنى تمت عملية المزج. كان هنالك انتخابات في عام 96 للرئاسة الفلسطينية ولأعضاء المجلس التشريعي، كانت انتخابات في عام 2005 لتصعيد رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وكانت انتخابات في عام 2006 لتصعيد قيادة في المجلس التشريعي فازت فيها حركة حماس لأول مرة. هذه هي الآليات، ولكن لا نغفل دائما أن هنالك أساليب أخرى في التصعيد كانت تتبعها القيادة الفلسطينية. عندما كان الرئيس الفلسطيني يشكل قيادة فلسطينية كان مفهوم القيادة الفلسطينية ساريا، واستمر للمرحلة التي تلته كان يشكل القيادة من الوزراء ومن مسؤولين ومن محافظين ومن الشخصيات العامة، وهذا الأمر كان يعتمد على التشكيل والتعيين. وفي مراحل حتى السلطة الفلسطينية في مراحل الوزراء وتعيينهم
كانت عملية التعيين لا تستند إلى عملية انتخابية ولا إلى عملية ديمقراطية، ولكن كانت تتم من خلال عملية التعيين. هذه هي الفكرة العامة التي كان يصل بها أعضاء النخبة السياسية إلى مواقعهم، وهذا هو التعريف الشامل والواسع لأعضاء النخبة السياسية الفلسطينية. وفيما تفضلت فيه خاصية أو ميزة من أهم خصائص النخبة السياسية الفلسطينية، وهذا ينقلنا إلى الحديث عن مميزات النخبة السياسية الفلسطينية، أو فيما تختلف عن غيرها من النخب من خصائص. يعني كما ذكرت سابقاً، الذي يميز النخبة الفلسطينية عن النخب العربية وغير يعني خارج فلسطين أن النخبة الفلسطينية اليوم تقع تحت الاحتلال، وبالتالي شروط تشكلها وعوامل صعودها مختلفة. وكما قلت، أظن أنه العامل الحاسم اليوم في النخبة، إذا نظرنا وحللنا اليوم النخبة الفلسطينية معظمها، نجد أنه معتقل سابق قيادي في فصيل مقاوم. هؤلاء هم الذين بالدرجة الأولى الذين استطاعوا أن يصعدوا إلى مرحلة النخبة الفلسطينية ويصبحوا صناع قرار، وهذا على الأقل في الفصائل. الآن في السلطة الفلسطينية كما ذكر الدكتور عزام أنه آليات التعيين وآليات التصعيد الانتخابي، وحتى الفصائل تمارس شكل ما من الديمقراطية بالانتخابات. هذا بشكل عام. اما يعني اذا بدنا نتحدث عن الخصائص، يعني كما كان مذكور سابقا انه النخبه يجب ان تتمتع بوعي خاص متقدم، تملك رؤيه، تملك حلول لمشاكل المجتمع، لديها اصرار وعناد خاص في مواجهه الاحتلال. يعني ممكن نقول نخبه واعيه وجسوره شجاعه تواجه الاحتلال. هذا هو الشكل الطبيعي لحركة التحرر. نعم. أما اليوم للأسف أنه مع عمليات النفوذ الإسرائيلي تجاه المجتمع الفلسطيني، استطاع أنه يوجد نخبة ممكن أن نسميها نخبة معولمة، وهي بالأساس نخبة مستلبة غربيا، استطاع أنه الاحتلال يستفيد من وجودها ليمارس شكل ما من التوظيف لهذه النخبة، وتقوم بدور وساطة بينه وبين المجتمع. هذا أخطر ما في الموضوع. بكل أحوال اليوم الشعب الفلسطيني مثلا على سبيل المثال مسيرات العودة ستنتج نخبة جديدة بلا شك. ربما اليوم الاحتلال يمتنع عن مواجهة واسعة في الضفة الغربية، ويمارس عمليات القضم وعمليات الغطرسة والاستيطان في الضفة الغربية دون الدخول في مواجهة، خوفا من أنه تستبدل النخب الحالية اليوم في الضفة الغربية بنخب جديدة لا يعرفها ولا يعرف كيف يواجهها. نحن اليوم يعني بحاجة كحركة تحرر إلى مؤسسات قادرة على الاستفادة من هذه النخب التي راكمت خبرات طويلة في المواجهة، وأيضا راكمت خبرات ككوادر فنية وتخصصية. نحن نتحدث عن نخبة يفترض أن تكون نخبة لحركة تحرر، لكن أيضا لدينا نخبة لدولة بين قوسين. نعم. وهذه إشكالية أيضا في الأداء السياسي عملت عند الحالة الفلسطينية، ويفترض أن لا تكون إشكالية، ولكن هي تحولت مع الوقت إلى إشكالية، لأنه كما قلنا المشروع الدولة فشل أصلا وتحول إلى مشروع سلطة، من ثم إلى مشروع يعني اليوم سلطة تنسيق أمني بشكل أو بآخر. دون أن نتهم، يعني لا أحب ولا أفضل أن نتهم هذه النخبة بأنها متواطئة، لكن الظروف والشرط المحلي بالإضافة إلى الضعف العام العربي، لأنه هذه النخبة بالنهاية جزء من النخبة العربية، وتعاني مما تعاني النخبة العربية من ضعف وعمليات تمويل خارجي. التدخلات الخارجية تلعب دور أحيانا في تشكيل وعي هذه النخبة أو حتى في تقييد إرادتها. نعم. دكتور عزام، عندما نتحدث عن النخبة الفلسطينية فنحن كما قلنا نتحدث عن أكثر من نوع لهذه النخبة. اليوم لدينا نخبة تتبنى برنامج المقاومة المسلحة وغيرها من أنواع المقاومة، لدينا نخبة تتبنى برنامج التفاوض والحل السياسي على الرغم من وصوله إلى نقطة يعني أو إلى أبواب مغلقة في الآونة الأخيرة. كيف أثر ذلك على الحالة الفلسطينية وعلى القضية الفلسطينية بصفة عامة؟
يعني البرنامجين الوطنيين دعنا نقول، البرنامج الشامل الذي تتبناه المقاومة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، هذا كان ينبغي على النخبة الفلسطينية أن تتبنى، بمعنى أننا عندما كنا نقول أن فصائل منظمة التحرير والقوى والحركات الإسلامية تجمع على برنامجا وطنيا في موضوع المقاومة تحديدا بأشكالها بشكليها وبالنهج الذي كانت تستخدمه المقاومة في المقاومة العسكرية، وفي الناحية الثانية وهو في موضوع المقاومة الشعبية السلمية التي تدور الآن في قطاع غزة، عندما تمتلك هذه النخبة برنامجا وطنيا شاملا بمعنى أنها تحيد ما من شأنه أن يقلل من إمكانية حصول الفلسطينيين على حقوقهم، وكما تفضلت أن موضوع التسوية السياسية مع إسرائيل أصبح في ضيق مسدود، بمعنى انسداد الأفق التسوية السياسية مع إسرائيل، بالتأكيد هذا الأمر يؤثر سلبا على من يتبنى برنامج التسوية السياسية. النخبة السياسية الفلسطينية التي كانت تتبنى برنامجا كاملا وموحدا وتتفق حول الأهداف الوطنية الفلسطينية، بالتأكيد كانت تلقى إجماعا وقبولا فلسطينيا داخليا وتلتف الجماهير الفلسطينية حولها، ولكن عندما يعني ينحدر أداء النخبة السياسية وعندما يتراجع هذا الأداء وعندما تكون النخبة السياسية تركز حصرا في موضوع التسوية السياسية مع إسرائيل، وهي تعلم أن التسوية منذ توقيع اتفاقات أوسلو إلى اليوم لم تجدي الكثير، وإن كانت قد حققت بعض الإنجازات الداخلية الفلسطينية، ولكنها حتى اليوم موضوع التسوية السياسية متوقف منذ عام 2014. على سبيل المثال لم نتقدم خطوة واحدة باتجاه تحصيل الحقوق الوطنية الفلسطينية باتباع برنامج التسوية السياسية الذي تبنته منظمة التحرير والذي تبنته السلطة الفلسطينية فيما بعد وصارت في مساره. الآن المطلوب أن يكون هنالك تفكير جدي وعميق في موضوع تعدد الخيارات الفلسطينية. إذا كانت هنالك وحدة فلسطينية ووحدة وانسجام بين أعضاء النخبة السياسية الفلسطينية التي تمثل التيار العلماني أو التيار الإسلامي أو التيار اليساري، كلها لو اتفقت، أو المستقلين حتى كلهم لو اتفقوا على برنامج واحد، أعادوا الاعتبار للنظام السياسي، أعادوا الاعتبار لمنظمة التحرير، ضمنت منظمة التحرير انخراطا واسعا للقوى التي لم تدخل فيها، بالتأكيد أننا نكون ذاهبون باتجاه الاتفاق على برنامج وطني وآليات محددة. دائما نقول أن النخبة الفلسطينية التي تتبنى برنامجا يقبله الناس ويجمعون عليه هي التي تكسب، بمعنى هي التي تحقق إنجازا حتى على صعيد المد الشعبي والقبول الشعبي لها بين أفراد المجتمع. وفي الناحية الثانية عندما لا تتبنى برنامجا يجمع عليه الفلسطينيون في غزة والضفة والقدس والخارج حتى، يعني لم تحقق أي من المكتسبات، علينا أن يعني نتبع خطوات رئيسة ومنطقية وعقلانية في موضوع تحديد خياراتنا المستقبلية. نحن الآن أمام ثلاثة خيارات رئيسية. أرجو أن تؤجلها دكتور حتى السؤال القادم، سنتحدث في هذا الموضوع بالتفصيل، لكن قبل ذلك أريد أن أدخل إلى موضوع مهم وهو الأزمات التي تراكمت لدى النظام السياسي الفلسطيني ولدى النخبة السياسية الفلسطينية إثر هذه الحالة من التدهور والترهل في النخبة السياسية الفلسطينية، ولا سيما أن هناك قوى كبيرة ووازنة منذ ثمانينيات القرن الماضي ظهرت لم تكن جزءا من هذه النخبة المتعارف عليها. ما أهم هذه الأزمات التي ظهرت على النخبة السياسية الفلسطينية؟ يعني هناك ممكن ذكرنا ثلاث أزمات رئيسية. الأزمة الرئيسية هو مشروع أوسلو والسقف الذي حدد نشاط الفلسطينيين على المستوى السياسي. أيضا إن أزمة النظام السياسي هي سابقة لأزمة النخبة، يعني هي مرتبطة بالانقسامات السياسية، وأعتقد
يعني ربما لو كان هناك نخبة حقيقية تحكم لما حصلت هذه لا. يعني ضعف النخبة السياسية الفلسطينية، عدم قدرتها على إجراء حوار واسع وشامل يمتلك نظرة شمولية وتكاملية هو ما قاد نحو الانقسامات التي نعرفها اليوم والتي يعني يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني. أيضا للأسف اليوم حتى في ظل غياب المؤسسات الفلسطينية وابتعاد القادة السياسيين الفلسطينيين على الاستفادة من النخب السياسية اللي كما قلنا راكمت خبرات ومعارف حقيقية فيما يتعلق في القضايا السياسية والاستراتيجية، اليوم تحولت هذه النخبة إلى يعني انخرطت في مشاريع الخلافات العربية، تحولت إلى جزء من يعني مشاريع إقليمية ومشاريع دولية، وبالتالي طاقتها ذهبت باتجاه خارج فلسطين، وهذا اليوم هذا نزيف حقيقي للنخب الفلسطينية، أنه لا تجد مؤسسات يعني أجهزة القرار ومؤسسات القرار الفلسطيني غير قادرة على استيعاب هذه الطاقات وتحويل هذه الطاقات في خدمة المشروع الوطني الفلسطيني. هذه أنا أعتقد أنه من أبرز الأزمات أوسلو وتبعاته، انغماس هذه النخبة واعتماد أصلا حتى الجزء الذي انخرط في المؤسسات السياسية تحول الموضوع إلى ما يشبه الولاءات، يعني لم يعد الموضوع أنه الاستفادة من كفاءة هؤلاء الناس بقدر من قدرتهم على الدفاع والدفاع عن المشاريع السياسية وممارسة نوع من أنواع البروباغندا لتلك المشاريع. وبالتالي فقدنا أيضا وحرمنا كفلسطينيين من تلك الخبرات الفلسطينية التي يمثلها النخبة الفلسطينية. والأزمة الثالثة برأيي هي مسألة استفادة أو توظيف هذه النخبة الفلسطينية في مشاريع عربية وإقليمية لها علاقة بالخلافات اليوم والاستقطاب الحاصل اليوم في المنطقة العربية. ربما نضيف إلى ذلك أن جزءا كبيرا من هذه النخبة يمارس سلوك الدولة بينما نحن لسنا في دولة. نعم، يعني أنا أعتقد أنه النخب الفلسطينية اليوم تجاوزت حتى هذا الأمر وأصبحت تدرك الواقع. اليوم النخب الفلسطينية تبحث عن أوعية أو مؤسسات قادرة على استيعابها مهما كانت. يعني اليوم لم يعد يسأل كثيرا عن هذه المؤسسات ما هي أهدافها وتطلعاتها وكيف تستطيع أن تخدم المشروع الوطني الفلسطيني. اليوم يعني في شكل ما من أشكال التوظيف والتشغيل بدون هدف سياسي واضح، وهذا جزء منه من حالة تشرذم وتفكك الحالة الفلسطينية. طبعا هذا لا يجب أن يبعث على الإحباط بقدر ما أنه هذا تشخيص للواقع من أجل النهوض فيه. اليوم لدينا نخب صاعدة، إذا كنا نتحدث عن النخب الحالية أنها تم توظيفها بشكل أو بآخر في مشاريع ربما تفقد البوصلة الوطنية، لكن النخب الصاعدة ربما لديها الفرصة بأن تغير الواقع وتقدم حلول ومقترحات جديدة للشعب الفلسطيني لإيصاله لأهدافه الوطنية العليا. نعم، جميل. دكتور عزام، كيف أثرت البيئات التي تواجدت فيها النخب الفلسطينية على أدائها، وكيف أثرت أيضا على القضية الفلسطينية بصفة عامة؟ عزيزي، نعلم أن النخبة الفلسطينية وبسبب الاحتلال أول ما تشكلت كانت الثورة الفلسطينية في خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، بمعنى أن الذين هجروا من فلسطين والذين خرجوا تحت بطش الاحتلال الإسرائيلي إلى خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة وقتها يعني أقاموا في خارج فلسطين، وبالتالي أنشأوا مؤسسات تمثيلية منها منظمة التحرير الفلسطينية. بهذا المعنى تشكلت النخبة الفلسطينية خارج الأرض الفلسطينية، وبالتالي هؤلاء أعضاء النخبة الفلسطينية تمركزوا خارج الأرض الفلسطينية ولم يعود عدد كبير منهم إلى أرض الفلسطينية بعد توقيع اتفاق أوسلو إلى أراضي السلطة الفلسطينية. وبالتالي الذين ظلوا هناك، الذين عاشوا الشتات، هم تأثروا بسياسات الدول التي كانوا يقيمون فوقها. بمعنى كنا نعرف أنه في الثلاثينيات والثمانينيات كيف كانت هنالك ضغوط من الدول العربية باتجاه النخبة، بمعنى تضغط باتجاه أن تتدخل الدول العربية
في موضوع آليات المواجهة وتكتيك المواجهة مع إسرائيل، وكيف كانت تمنع النخبة الفلسطينية أن تمارس عملا فدائيا من فوق أراضيها، وبالتالي هي أرادت أن تتدخل في توجيه شكل المواجهة مع إسرائيل، التدخل في قضايا داخلية فلسطينية ترى فيها القيادة الفلسطينية أو لنقل النخبة الفلسطينية التي كانت تدير المواجهة باتجاه معين، ولكن أرادت هذه الدول التي يقيم الفلسطينيون فوقها أرادت أن تتدخل كثيرا في هذه المسألة. هذا في الموضوع الأول، وهو موضوع المقاومة والمواجهة وشكل المقاومة إذا كانت يعني كانت هنالك أحيانا ضغوط، بمعنى أنه بعض الأنظمة تقول للنخبة السياسية التي تقيم فيها بأنه يجب أن تلجأوا إلى خيارات بديلة، وظفوا موضوع المقاومة الشعبية بدلا من المقاومة العسكرية على اعتبار أن المقاومة غير مجدية من وجهة نظر. طبعا في ناحية ثانية في موضوع التسوية السياسية، كنا نرى بعد كامب ديفيد كيف أن الأنظمة العربية كانت يعني تضغط بالنخبة، تضغط على النخبة السياسية الفلسطينية، وأقصد هنا النخبة الرسمية، من أجل أن تقبل بالانخراط في مشاريع التسوية السياسية. وكنا نعلم وقتها كيف أن في عهد رئيس أنور السادات كيف أن هنالك ضغوط كانت تمارس على منظمة التحرير وعلى رئيس الفلسطيني ياسر عرفات وقتها من أجل أن يدخل أو يوافق على مشاريع التسوية السياسية والدخول في اتفاقات مع إسرائيل. هذا الأمر أيضا تواصل في عملية مدريد وعمليات التسوية التي تلتها في أوسلو وفي كل الاتفاقات، حتى بعد أن دخلت السلطة الفلسطينية أو لنقل منظمة التحرير الفلسطينية دخلت في موضوع التسوية السياسية، كنا وأقامت السلطة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية، بمعنى بعد أن انتقل مركز ثقل النخبة السياسية إلى الأرض الفلسطينية بدأ هنالك مرحلة جديدة من التنسيق، حتى كنا نرى الرئيس الفلسطيني كيف كان يتنقل بين الدول العربية والإسلامية ودول العالم حتى من أجل أن يعني يحشد التأييد في ناحية ومن أجل أن يتلقى رأي والمشورة والنصيحة في موضوع التسوية السياسية وكيفية التعامل مع إسرائيل في هذا الوقت. تمام. أرجو أن تبقى معي دكتور. أستاذ صادق، كيف أثر كل ذلك على واقع القضية الفلسطينية، وهل من مخرج للأزمة التي نعيشها الآن؟ يبدو أن هناك أزمة نظام سياسي وأزمة نخبة سياسية الآن، وهذه الأزمة يعني ربما تستمر لوقت طويل لأنه هناك تعقيدات تتعلق بالمصالحة الفلسطينية والأزمة الحالية، فما رأيك في هذا الموقف؟ هو الحقيقة أنه أخطر ما نواجه اليوم على صعيد النخبة، بالعودة إلى قليلا إلى هذا الموضوع، هو أنه تم إفساد منظومة الإنتاج الطبيعي للنخبة، يعني ما يسمى في علم الاجتماع الانتخاب الطبيعي. هناك جهد واضح جدا لإفساد هذه العملية الطبيعية التي تقوم فيها كل المجتمعات أن تفرز أفضل ما لديها من أجل قيادتها. اليوم هناك المشاريع الأخرى تتلاعب في هذه العملية وأحيانا تتحكم فيها، ونلاحظ أنه كثير من قادة أو من ينطبق عليهم مصطلح أو مفهوم النخبة مستبعد، يتم استبعادهم من مراكز القرار الحقيقية، وتؤول الأمور إلى عدد قليل جدا. يعني ممكن اليوم نطلق اليوم على الحالة السياسية أو على النظام السياسي الفلسطيني المهلهل هذا المفكك، أنه في أوليغارشية فلسطينية تتحكم بمفاصل القرار الفلسطيني، فهذا طبعا له تأثير خطير جدا على القضية الفلسطينية من حيث عدم القدرة على إنتاج رؤية وعلى بناء استراتيجية وطنية قادرة على حشد كل الطاقات الفلسطينية خلف هذا. اليوم هذا يضعف ثقة الناس، لأنه اليوم عندما تجرب الناس أن تضحي خلف رؤية معينة ثم تفشل هذه الرؤية وبالعكس أن تعود بنتائج مخيبة للآمال، هذا يعني يؤدي في النتيجة مع الوقت إلى نوع من الإحباط.
علما أنه الاحتلال ليس في أفضل حالته اليوم. الاحتلال لديه أزمات خطيرة جدا، وربما إذا كان للاحتلال قوة فهو يعتمد على ضعفنا اليوم كفلسطيني وعدم قدرتنا على إنتاج يعني مؤسسات قادرة على الاستفادة من كل هذه الإمكانيات التي تراكمت على مدى طويل جدا، إن كان في الشتات أو في الداخل. وأعتقد ربما اليوم إذا نظرنا بشكل يعني أكثر تفصيل وعمقا نجد هناك فرصة للنخب الفلسطينية في الخارج أن تشكل رافعة لكل الوضع الفلسطيني، لأنه أقل رغم كل التوترات والاستقطابات الموجودة في الإقليم وفي العالم، إلا أنه من الصعب جدا التحكم بالحالة الفلسطينية في الخارج بعكس ما هو قائم في الداخل. وبالتالي اليوم المطلوب هو إنتاج مؤسسات فلسطينية، ليس بالضرورة أن تكون تمثيلية، ولكن مؤسسات لديها القدرة على إسناد ودعم القرار الفلسطيني ولديها القدرة على تقديم البدائل والمقترحات من أجل تحقيق يعني رؤية واقعية ويعني قادرة على التكامل والتكيف مع الظروف اليوم. كيف لنا نصل إلى هذه القيادة؟ هذا يعني يحتاج أنه بالانتخابات مثلا؟ قبل الانتخابات يجب أن يبادر من يعتقدون أنفسهم أنهم من النخبة ويتخلصوا من فكرة يعني الفردانية. نحن اليوم جزء من أمراض النخبة الفلسطينية هو الفردانية العالية جدا. نريد نخبة أقرب لتميل لنكران الذات وتحمل هم حقيقي للفلسطينيين، وبالتالي تشكل مؤسسات أو مبادرات يعني مشتركة تشاركية بأوسع مستوى من التشارك من أجل إنتاج هذه المؤسسات القادرة والفاعلة فلسطينيين كان في الداخل أو في الخارج. لكن أنا أعتقد أنه فرص هذه فرص النخبة الفلسطينية في الخارج ربما تكون أكبر بكثير. نعم جميل. دكتور عزام، أيضا كنت تتحدث عن ثلاثة خيارات مستقبلية للحالة الفلسطينية في ضوء أزمة النخبة التي نعيشها هذه الأيام. نعم، أنا كنت أتحدث عن أنه الرؤية الاستراتيجية التي يجب أن تتبناها النخبة الفلسطينية بمختلف يعني قطاعاتها وانتماءاتها، أقصد النخبة إذا كانت تمثل الأحزاب أو تمثل النظام السياسي الفلسطيني في المنظمة أو السلطة. هنالك ثلاثة اتجاهات، بمعنى بدلا من أن نظل في هذه الحالة، حالة غياب المبادرات وغياب الفعل وغياب تحقيق الإنجازات، بالذات بعد موضوع انعدام آفاق التسوية السياسية والحل وفي ظل الانقسام الفلسطيني، يجب أن تكون هنالك الخيارات على النحو التالي: إما أن نتفق على برنامج وطني يعلي من قيمة المقاومة مع إسرائيل والاتفاق على شكل المقاومة، إما أن يكون مقاومة مسلحة أو مقاومة شعبية سلمية، وإما أن نذهب مجتمعين إلى المجتمع الدولي من أجل أن يضع حدا للاحتلال، وبالتالي تكون النخبة الفلسطينية قد أنجزت إنجازا كبيرا إذا تبنت هذا المشوار إلى آخره وحققت فيه ما حققت، بمعنى لجوء الفلسطينيين إلى الخيار الدبلوماسي والضغط الدبلوماسي ولجوئهم إلى المنظمات الدولية وحل الموضوع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالطرق القانونية. وإما نرتد ثانية إلى موضوع التسوية السياسية ونتفق أن لا خيار أمامنا إلا التسوية السياسية، رغم كل ما وصل إليه هذا البرنامج الذي لم يحقق أي من المنجزات الفلسطينية. المعنى هنا أن تكون هنالك اتفاقا وطنيا، أن يكون هنالك إجماعا فلسطينيا، وهذا الأمر لن يتحقق برأيي إلا عندما يصطف الفلسطينيون جميعهم، عندما نعيد الاعتبار لمكون الفلسطيني، نعيد الوحدة الوطنية الفلسطينية، نعيد ننهي الانقسام ونعيد يعني اللحمة السياسية بالمعنى السياسي والجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة. أما أن نظل في هذه الحالة من العدمية فبرأيي أننا لن نحقق شيء، وبالتالي لن تكون النخبة الفلسطينية في أحسن حالاتها. والنخبة، أنا أقصد هنا النخبة السياسية، ما يعني ما مبرر وجودها ما دامت هنالك أزمات فلسطينية وهي غير قادرة
على حلها وتسويتها، هي غير قادرة على أن تحقق الأمن والدولة والاستقلال وأن تعيد اللاجئين الفلسطينيين وأن تقيم الدولة وأن ترجع الحقوق الوطنية الفلسطينية، ما ببرر وجودها الذي امتد على مدى 50 عام. نعم. عندنا أشخاص من النخبة الفلسطينية يعني منذ أن قامت منظمة التحرير وما زالوا في مواقعهم، الأجدر من ذلك الآن أن يتم تصعيد نخبة جديدة تكون قادرة على يعني حمل مشروع جديد من أجل تطبيقه. وأنا أتفق مع الأستاذ صادق بمعنى أنه يجب أن يعني ننتج نخبة جديدة، ولكن أنا برأيي هل النخبة الجديدة في الخارج على سبيل المثال سيكون صوتها مسموع بعدما انتقل مركز ثقل النخبة السياسية في النظام السياسي إلى الداخل؟ أنا برأيي أن الضغط يجب أن يكون من الخارج على الداخل، بمعنى باتجاه المؤسسات التمثيلية الفلسطينية الحالية في منظمة التحرير. نعم. من أجل أن نعيد. شكرا دكتور. شكرا جزيلا دكتور عزام شعث، باحث متخصص في الشأن الفلسطيني، ومعذرة لضيق الوقت أستاذ صادق في دقيقة واحدة إذا كان ثم التعقيب. فقط تعقيب كيف بسيط. يمكن أنا ما قصدته فيما يتعلق في الخارج، أقصد أن هناك فرصة أولا من حيث القيود أقل، من حيث القدرة هناك قدرات فلسطينية يعني متناثرة ومبعثرة، لكن إذا تم تجميعها ممكن أن تخلق قدرة هائلة جدا تعيد التوازن في الصراع، لأنه واضح أنه الاحتلال استطاع أنه يحقق معادلات في الداخل تجعله هو مستحكم في المعادلة بشكل كبير أو تميل إلى صالحه، رغم بعض المظاهر المقاومة هي حقيقية، ولكن لا تكسر التوازن القائم اللي هو في مصلحة الاحتلال إن كان في الضفة الغربية أو قطاع غزة. أما في الخارج لا زال مشروع الاحتلال هو أضعف بكثير، لذلك يمكن أن تكون للنخبة الفلسطينية فرصة من أجل تجميع طاقاتها وبناء قدرة فلسطينية تقود إلى مشروع أو تستثمر هذه القدرة في مشروع حقيقي نحو التحرر ونحو بناء يعني بناء قوة فلسطينية. وصلت الفكرة أستاذ صادق أبو عامر باحث ومحلل سياسي. ننتقل بكم بعد قليل إلى الموضوع التالي، وهو زهرة المدائن لجان النظام في المسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان المبارك، في المتابعة. رضوان جمال عمر، منسق لجنة النظام في صحن الصخرة المشرفي، في هذه الليالي المباركة من هذا المكان المبارك يعني نوصل رسالتنا لأهلنا في مدينة القدس ضيوف المسجد الأقصى المبارك بأننا جئنا لخدمتهم بالأساس تحت مظلة دائرة الأوقاف الإسلامية لإسناد حارسات المسجد الأقصى المبارك. فكرة لجنة نظام فتيات المسجد الأقصى المبارك هي بالأساس فكرة تطوعية، تطوع كامل لخدمة المسجد الأقصى المبارك مقابل الأجر على حراسة يعني هذا المسجد وخدمة الوافدين إليه. مشروع لجنة نظام فتيات المسجد الأقصى المبارك التطوعي يعني بدأ في عام 2007 ومستمر حتى هذه اللحظة. وظيفتنا إحنا كضابطة وكمجموعة تابعة لهذه الضابطة تترك مسارات مستقيمة مفتوحة بين صفوف النساء حتى تتحرك وحدات الإسعاف، الحراسة، النظافة، الناس المصلين اللي حيغادروا يتحركوا براحتهم. نترك أبواب الصخرة الأربعة مفتوحة بشكل يعني لا سمح الله احتجنا ندخل إطفائية بشكل سريع خلال الصلاة، احتجنا نطلع حالي من جوا تعبانة، لازم تبقى أبواب الصخرة مفتوحة بأي طريقة، تمام؟ فهدوء وأمن ومسارات، لو أخذنا الحرف الأول منهم شو بيطلع كلمة معناه؟ كلمة هام، وهذا شغلكم هام، يعني ما بتصور في شغل أهم من هذا العمل اللي هو إسناد أخواتنا الحارسات في المسجد الأقصى المبارك، إسناد إخواننا الحرس في المسجد الأقصى المبارك وتقديم هذه الخدمة للمصلين. أهلا بكم. في عام 1990 للأسف قام كيان الاحتلال مرة جديدة بمذبحة هي مذبحة الأقصى، وهي واحدة من المذابح التي قام بها على مدار أكثر من 70 عام بحق الشعب الفلسطيني بلا حسيب أو رقيب للأسف الشديد، فالمتابعة. Thank you.
كثيرا ما ينسى العرب عدوهم الحقيقي، ودائما ما تستثمر إسرائيل الخلافات العربية العربية، فدفع الفلسطينيون الثمن بالطرد والتشريد في الخارج وبالقتل من اليهود في الداخل. مذبحة الأقصى الأولى عام 1990. عاش العالم العربي حالة من الفرقة والانقسام عام 1990، إذ أعلن صدام حسين احتلال قواته للكويت، فانقسم العالم العربي بين مؤيد لقراره ومعارض للغزو الذي سيجر الويلات على العالم العربي أجمع. أعلنت منظمة التحرير تأييدها للغزو العراقي على الكويت، فكانت القطيعة بينها وبين دول الخليج، وبالتالي توقفت جميع المساعدات القادمة إليها، وطرد الآلاف من الفلسطينيين المقيمين في هذه الدول. انصرف العالم عن القضية الفلسطينية رغم استمرار انتفاضتها، فكانت الفرصة سانحة أمام جماعة أمناء جبل الهيكل اليهودية للدعوة لمظاهرة حشدة بقيادة مؤسسها غرتشون سلمون لوضع حجر الأساس لهيكل سليمان المزعوم، فوقعت مذبحة دامية في 8 أكتوبر من عام 1990. قبيل حدوث المذبحة بنصف ساعة، شرعت قوات الاحتلال بوضع حواجز عسكرية على طول الطريق المؤدية للقدس، وأغلقت أبواب المسجد الأقصى لمنع دخول الفلسطينيين، إلا أن المصلين كانوا قد تأهبوا لنصرة المسجد الأقصى واجتمعوا بالآلاف داخل المسجد قبل اتخاذ هذه الإجراءات. قاوم المسلمون المتطرفين اليهود، فتصدت لهم الشرطة الإسرائيلية واستخدمت جميع الأسلحة من قنابل غاز ورشاشات آلية وحتى الطائرات الحربية، وقام الجنود والمستوطنون بإمطار المسلمين بالذخيرة الحية لمدة نصف ساعة دون انقطاع، فتوالى سقوط الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين. سقط 23 شهيدا فلسطينيا في هذه المذبحة، بينما جرح ما يقرب من 900. منعت القوات الإسرائيلية سيارات الإسعاف من الوصول للمسجد لإسعاف المرضى، فلم يستطع الفلسطينيون إخلاء القتلى والجرحى إلا بعد 6 ساعات من بداية المجزرة. صفحة من ذاكرة أمة عجنت بماء الصمود، ومازج النضال دماءها، وما زال لديها الكثير لتحكيه لنا عن قصة ومشوار بقائها. بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من فلسطين التي جاءتكم عبر قناة الرافدين، ونحييكم على حسن المتابعة، كما نشكر ضيوف الكرام الأستاذ صادق والدكتور عزام. إلى لقاء في حلقة قريبة إن شاء الله. السلام عليكم. السلام. شكرا جزيلا، حياكم الله.